إنها المكتبة الملكية الدنماركية التي تقع على أكثر من 21,000 متر مربع وتحتوي 35 مليون كتاب. لأول مرة سيفتح هذا الباب أمام وسيلة إعلام عربية لتحكي لنا أستاذة التاريخ إرميلي بيرهو قصة المخطوطات العربية التاريخية في المكتبة الملكية الدنماركية. مخطوطات موجودة هنا تقريبا 450 مخطوطة، مخطوطات العربية وإضافة في مخطوطات فارسية ومخطوطات في بعض اللغات الأخرى. الثلث من المخطوطات العربية من هذا الرحلة الذي قاموا بها سنة 1761. أكثرية من المخطوطات أدبية، يوجد كثير من المخطوطات في مجموعة الأشعار، ولكن كثير من المخطوطات علمية، علمية طبيعية في علم الفلك، علم الحساب. أكثر من 500 مخطوط عربي، ثلثها يعود تاريخ اقتنائها للقرن الثامن الهجري، فهذه النسخة الأصلية من مقامات الشيخ الرئيس أبو القاسم الدمشقي، وهنا كتاب ابن البيطار في الطب، وكلها تمثل النسخ الأصلية المتبقية في العالم كله. بعض المخطوطات بينهم مهمة جدا، لأن يوجد واحد مخطوطة لا يوجد واحد ثاني. هنا في دنمارك نستطيع أن نرى وظيفة الخط والمستوى الرسم، فن الجميل موجود، لأن هذا يعطي لنا فرصة أن نشوف الثقافة العربية التاريخية. هذا مهم جدا، يتعرفون العرب أن هذا الأشياء موجودة حتى هنا في شمال أوروبا، أن لنا اهتمام بهذا الأشياء ولنا اهتمام بالثقافة العربية.